الرحمن الرحيم. أيها السادة والسيدات، مشاهدين الأعزاء، متابعينا الكرام، أينما كنتم، تحية طيبة لكم في هذا المساء عبر SSC في إطار الجولة 18 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في هذا الموسم، ولقاء الباطن والهلال في هذا المساء في اليوم الثاني في الجولة 18 التي انطلقت يوم الأمس بلقائي الاتفاق وأبها والشباب والفتح. اليوم مباراة مهمة جدا للفريق الذي يتواجد في المرتبة الرابعة في سلم الترتيب بعد الاتحاد والشباب والنصر، أمام الباطن الذي يتواجد في المرتبة قبل الأخيرة في مشواره. لكن اليوم نحن في بطولة الدوري، واليوم الهلال يدخل طبعا مباراة اليوم أمام الباطن، وربما عين على الانتصار لأن يذهب إلى المرتبة الثالثة حتى ولو مؤقتا، لأن أيضا النصر يلعب بنفس التوقيت هناك في بريدة أمام التعاون، والفارق فقط نقطتين فيما بين الغريمان التقليديان ويوسف الجبلي أمام فابيو أبرو في تشكيلة السماوي في مباراة اليوم. الهلال والباطن، هنا كرة أمامية ومحاولة لرايحي خطير جدا، رايحي يتقدم وإلى جانب الجبلي، والعرضية أرضية والتغطية حاضرة مرة أخرى، أبرو خطيرة 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 من جانب أبرو، خطيرة من جانب فابيو أبرو. شوف الكرة، شوف العرضية للتوغولي الغير محظوظ هذا الموسم على الإطلاق. شوف أبرو لم يسجل كثيرا في هذا الموسم، فابيو أبرو، وحكم المباراة يشير إلى رمية جانبية هلالية عند بيريرا، يلعب العرضية، ينتظر، يتأخر، يمرر، اليامي، ممتازة، كاريو، خطيرة، فرصة، كاريو، عرضية حلوة وأمام المرمى، تهيأ التصويبة بالقدم اليسرى، تعود للشعراني والكرة تضيع. الفرصة الأولى الهلالية أيضا من جانب ياسر الشعراني، لكن مرت على يسار حارس المرمى كامبانيا. شوف الكرة، شوف الشهراني حاول، ويضغطون ويريدون طبعا الوصول للمرمى، والعرضية حاضرة خطيرة جدا أمام المرمى، تبعد الكرة وتعود، تصويبة ضعيفة جدا ضعيفة جدا، عنده قدرات كبيرة وخطأ الآن لمصلحة بيريرا من هذا المكان الآن، والتصويبة من بيريرا ومتابعة كامبانيا، الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. محاولة بيريرا لكن أيضا لم يكتب لها النجاح، يبحث عن هدف الأول في الكرة، ورايحي عند الثابتة، تلعب عرضية، محاولة بالرأس وخطير أمام المرمى، جول أول للباطن، جول أول للباطن، فابيو أبرو يفتتح التسجيل الأنغولي، سقطت الكرة أمامه وصوب مباشرة وسجل الهدف الأول للسماوي، الهدف الأول للسماوي. شوف الثابتة، شوف الكرة، وأبرو أبرو أبرو حط الكرة، حط الكرة مباشرة، هدف أول للباطن، حط الكرة مباشرة وهدف أول للباطن. 1-0 سيعطي المباراة إثارة، سيعطي المباراة قوة، سنستمتع من دون شك. الباطن يسجل، والهلال كان يحاول لكن الباطن، لقاء الباطن هذا المساء. هنا كرة لكاريو، ينطلق في كرة إلى الأمام، يحاول كاريو بالمهارة، وكاريو عرضية وخطيرة وفرصة لسالم أمام المرمى، غير معقول كيف تضيع مثل هذه الفرصة، راحت على سالم، راحت على سالم وقطعت الكرة. كاريو
يمرر كرة أمامية ممتازة جدا لحمد اليامي، والكرة ما زالت خطيرة لليامي. يحاول لكاريو، يتقدم إلى الأمام كاريو، وخطيرة فرصة لماريجا، خطيرة الكرة والعرضية الرائعة، كانت تحتاج لمسة، ما زالت هلالية. سالم قطعت من أمامه، صراع على الكرة. شوف كاريو، شوف الذكاء، شوف الذكاء، شوف اللاعب. وهنا كرة كانت لماريجا، صعبة على ماريجا، أقرب لمصلحة محمد القرني. يرسل كرة إلى الأمام، تقطع الكرة وتعود هلالية. محمد كنو ينطلق في كرة، كنو يمر، كنو يبحث عن تمريرة، يمرر جميلة جدا، وكاريو من لمسة لبريرا، وكاريو خطيرة أمام المرمى، وفرصة لكاريو، لكن كامبانيا يتدخل، كامبانيا يتدخل، ينقذ مرمى الباطن من هدف التعادل. شوف الكرة، وكاريو صوب، وكامبانيا ينقذ الباطن ويبقي النتيجة 1-0 لمصلحة الباطن. تصويبة جميلة ورائعة من جانب كاريو. في آخر الدقائق سجل غوميز، وهو هداف مباريات الفريقين بافاتيبي. كرة من جانب كاريو، يمر كاريو، عرضية كاريو، وخطيرة أمام المرمى لبريرا، فرصة لبريرا، فرصة لبريرا، لكن كامبانيا يتدخل، كامبانيا يتدخل، فرصة بالقدم اليسرى، التصويبة جميلة، جميلة من جانب بيريرا، لكن كامبانيا يبعد الكرة، وهنا تصويبة بعيدة جدا، بعيدة جدا من جانب كويار. يرسل الكرة إلى ضربة مرمى عند مارتن كامبانيا. الهلال ربما تكون الفرصة الأخيرة له قبل نهاية الشوط. حكم المباراة أعطى دقيقتين كوقت بديل للشوط الأول، ومحمد كنو يصوب، وقوية من كنو، قوية من محمد كنو. تكون النقاط الثلاث الثمينة جدا بالنسبة للسماوي في مباراة أمام الهلال هذا المساء. حكم المباراة يطلق الصافرة وينهي شوط المباراة الأول. عودة إلى شوط المباراة الثاني من لقاء الهلال الباطن، عفوا، والهلال الباطن يستضيف الهلال في مباراة الجولة 18 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وسط تغيير مبكر جدا لجارديم الذي يدخل بافاتيمبي غوميز، والأمور لا تزال لحد الآن مع شوط المباراة الأول الذي تقدم فيه الباطن بهدف فابيو أبرو في الدقيقة 31. الشوط الثاني ينطلق الآن، غوميز يدخل في شوط المباراة الثاني، والهلال يحاول أن يتقدم إلى الأمام ويوصل كرة لغوميز. هنا كرة للشهراني، ومحاولة الشهراني، سقط ياسر الشهراني بعدما عمل كنترول في الكرة الماضية. نشوف كرة الشهراني، هنا الكرة سقط ياسر الشهراني، وهنا محمد الهويش يريد أن يذهب لأن يشاهد اللقطة، ربما في إعثار على ياسر الشهراني في اللقطة الماضية. سيتابعها الهويش وسيقرر بعد ذلك هل فيها ركلة جزاء أم لا. وهنا الكرة التي سقط فيها ياسر الشهراني، صعبة حقيقة، والله صعبة، يعني صعبة مثل هذه الكرات. لكن هنا لا، أشوف قدم اليسرى لرايحي، وربما يعني الآن قرار عند حكم المباراة يشير إلى ضربة جزاء، ضربة جزاء هلالية، ضربة جزاء للشهراني، والرايحي ربما كان في إعثار في الكرة. شوف قدم رايحي اليسرى، نعم واضحة هذه، واضحة هذه اللقطة، واضحة، نعم هذه اللقطة واضحة تماما، غير اللقطات، كل اللقطات، نعم اللقطة الأخيرة كان فيها إعثار من جانب محمد رايحي. وغوميز من أول لمسة، من أول كرة يتقدم فيها في شوط المباراة الثاني بعدما دخل، غوميز حطها، وكامبانيا، كامبانيا، كامبانيا، مارتن كامبانيا يبعد الكرة، كامبانيا يتصدى لكرة غوميز،
كامبانيا يتصدى للكرة وحكم المباراة يعطي صافرة واعتراض احتجاج لاعبي الباطن. هنا اللقطة نشوف الكرة شوف كم شوف اللقطة وكامبانيا ربما هذه اللقطة لو تقدم كامبانيا لو تقدم اوه تقدم كامبانيا قبل التنفيذ ربما. وبالتالي الحكم عند حكام مع حكم الفيديو السيد محمد الحربي يعطي طبعا تعليمات بأن كامبانيا تقدم قبل أن ينفذ جوميز الكرة، ولو تقدم من خط المرمى فإن الكرة ستعاد إذا ما تصدى حارس المرمى. نعم ربما كان في تقدم من جانب كامبانيا قبل أن ينفذ جوميز عن خط المرمى، وبالتالي الحكم يعيد تنفيذ اللعبة من جديد. نعم يعيد تنفيذ اللعبة من جديد. بافا تيمبي جوميز إثارة كبيرة في شوط المباراة الثاني، وضربة جزاء تعاد مرة أخرى لجوميز. هالمرة هل يسجل؟ هل يتعادل للهلال في مباراة طبعا في شوطها الثاني؟ على ما يبدو أنها ستكون مثيرة للغاية. وجوميز عند الكرة يتقدم إلى الأمام جوميز ويسجل بافا تيمبي جوميز دائما أمام الباطن هداف مباريات الفريقين. حط الكرة صعبة هالمرة صعبة على كامبانيا، حطها مباشرة بنفس الزاوية وتعادل الهلال. فرحة كبيرة بالتعادل 1-1 أصبحت النتيجة الآن. لكن هنا التقدم من جانب حارس المرمى مارتن كامبانيا قبل تنفيذ الكرة من جانب بافا تيمبي. نعم هذه هي واضحة قبل أن ينفذ بافا تيمبي تقدم مارتن كامبانيا، وبالتالي أعيدت ضربة الجزاء. يعيد كرة عند ماوريسيو إلى جانب سامي، قطعت من أمامه راحت لكاريو، مرر كاريو خطيرة لسالم أمام المرمى. غير معقول بافا تيمبي أمام المرمى تماما. شوف اللقطة وشوف الكرة، شوف سالم حطها لبافا تيمبي في الأمام في المكان السليم وأمام المرمى. لم يكن أنانيا، حاول أن يضمن الكرة. والتغيير الثاني بالنسبة لي بيريرا، عفوا بالنسبة للهلال خروج كاريو ودخول لوسيانو فييتو يدخل بليهي مرة أخرى. يعتمد الهلال ويريد أن يمر من الجهة اليمنى، يريد أن يمر عند ماريغا، تمريرة لماريغا قطعت الكرة راحت ليوسف الجبلي في المرتدة للباطن، مرتدة للباطن ويتقدم الجبلي خطيرة للباطن والتصويبة بالقدم اليسرى بعيدة من يوسف الجبلي. فرصة للباطن في مواجهة المرمى، تقدم يوسف وترك شوف الجحفلي راح مع أبرو، لكن هنا التصويبة. وهنا تغيير الآن، صالح الشيري سيدخل مكان سالم الدوسري. صالح مكان سالم، الشيري دائما ما يسجل في آخر الدقائق. لاعبي الهلال يتقدمون إلى الأمام، وهنا ياسر الشهراني عند الرمية الجانبية مع تقدم لاعبي الهلال تلعب كرة لصالح. الشيري الآن يحاول وكرة خطيرة، أوه لوسيانو فييتو في كرة ثمينة أمام المرمى. فييتو
كورة، ضيع كورة، فرصة أخيرة للباطن. المزيريب الآن يلعب كرة ويصوب كرة بعيدة جدا عن المرمى وإلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى مع صافرة حكم المباراة. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، صافرة سيد حمد الأويش تنطلق وتعلن نهاية اللقاء. صعب على الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الباطن والهلال في الجولة 18 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في هذا الموسم.